يعطيكم العافية. شوف هني قبل لا أمشي المكتب في 5HTP. 5HTP تكلمت عنه من قبل وراح أرد أشرح بشكل سريع. بما أنا ببلش أستخدمه أنا، 5HTP يعتبر أمينو أسيد. الـ 5HTP يعدل المود مالك بشكل مو طبيعي، اللي يعانون من اكتئاب، من ضيقة، من ضغوطات، من أمور، ياخذ 5HTP راح يشوف فرق كبير خلال الأيام القادمة. هذا شغله له. الشغلة الثانية، 5HTP اكتشفوا أو من خلال اللي قاعد يستخدمونه شنو صار فيهم، قلت الكارب كريفينج، يعني الرغبة في أكل الكربوهيدرات قلت عند مستخدمين 5HTP. فالمسوي دايت المود ماله ما راح يكون أوكي، ويدخل 5HTP راح يتعدل المود عنده رقم واحد، ورقم اثنين راح تقلل شهيته أو يقلل من رغبته في أكل الكربوهيدرات. وبعد شغلة، الـ 5HTP يعتبر sleep enhancement، أي محسن للنوم. فاللي عنده مشاكل أرق، مشاكل تفكير بالليل، مشاكل مش عارف إيش، ياخذ 5HTP راح يحسن عنده عملية النوم، وهو مع الميلاتونين راح تقوم الصبح راح تلاقي شوي تغيير في موضوع النفسية. ترى موضوع صدق، مو إنه تسويق ولا داعي، جرب وشوف الفرق من ناحية نفسية، من ناحية النوم مالك شنو راح يصير، ومن ناحية الرغبة بأكل الكربوهيدرات خصوصا حق المسوين دايت. هاي اللي ريكومندد يعني. سلام.